هل فعل بعض الدول لأخذ ضرائب من دور الدعارة ومن الزانيات وتنظيم هذا وصرف بطاقة صحية تبين أنها خالية من الأمراض، هل هذا استحلال للزنا أم لا؟ نعم، هذا استحلال للزنا. إذا أخذوا ثمنه وأكلوه وجعلوا مورد، هذا استحلال له. نعم، أحسن الله إليك. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث يقول: قاتل الله اليهود. واليهود هم أمة الغضبية، الأمة الغضبية الذين غضب الله عليهم ولعنهم بسبب تحريفهم لكتاب الله وكفرهم بأنبياء الله، فهم أصحاب حيل ومكر. لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها، يعني ذوبوها فباعوها وأكلوا ثمنها، وقال: حنا ما أكلنا شحوم، حنا أكلنا دراهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا احتيال من اليهود على أحكام الله عز وجل، كما احتالوا يوم السبت على صيد السمك، فهم أصحاب حيل يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. ولعل لنا رجوع على هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.